نتيجة كلية الشرطة 2024 مؤتمر صحفي لإعلان المقبولين اليوم. نتيجة كلية الشرطة 2024 تعقد وزارة الداخلية اليوم الخميس مؤتمرا صحفيا للإعلان عن نتيجة المقبولين في كلية الشرطة لعام 2024. وتعلن اليوم الخميس أكاديمية الشرطة نتيجة القبول للدفعة الجديدة لكلية الشرطة والضباط المتخصصين خلال مؤتمر صحفي. مؤتمر إعلان نتيجة كلية الشرطة 2024. وتضمن فعاليات المؤتمر الإعلان عن الضوابط والمعايير التي تم على أساسها اختيار الطلاب الجدد على أن يتم إرسال رسالة نصية واتصال تليفوني على هواتف الطلاب المقبولين من أكاديمية الشرطة. ويعقد المؤتمر في أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس بحضور مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة اللواء هانا أبو المكارم ومدير كلية الشرطة وقيادات الأكاديمية، وذلك بعد اعتماد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية نتيجة الطلاب المقبولين للالتحاق بكلية الشرطة 2024 والضباط المتخصصين. إعلان نتيجة كلية الشرطة. وصل المحطة الأخيرة بعد انتهاء كافة الإجراءات اللازمة واختيار العناصر المناسبة من المتقدمين للانضمام إلى صفوف رجال الشرطة وفقا لما أكدته مصادر مطلعة. موعد مؤتمر إعلان نتيجة كلية الشرطة. وأضاف المصدر أن إعلان إسماء المقبولين في كلية الشرطة وموعد مؤتمر إعلان نتيجة كلية الشرطة 2024 وسيتم إعلان أسماء المقبولين وفقا للقنوات الرسمية الشرعية التابعة لوزارة الداخلية فقط. وأشار المصدر أن وزارة الداخلية تطبق كافة المعايير الموضوعية في انتقاء العناصر لقبول الدفعة الجديدة في كلية الشرطة لعام الدراسة 2024، ويمكن معرفة نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2024 من خلال الضغط هنا. طرق معرفة نتيجة كلية الشرطة 2024. 1- المواقع الرسمى لوزارة الداخلية، ويستطيع الطلاب معرفة النتيجة أونلاين عن طريق موقع وزارة الداخلية عبر الإنترنت. 2- طريقة مكالمة هاتفية من رئاسة أكاديمية الشرطة للمقبولين، وسيكون قائمة المقبولين تضم جميع المحافظات. 3- إرسال رسالة نصية إلى المتقدمين المقبولين. وعكفت أكاديمية الشرطة على مدار الفترة الماضية على إجراء الاختبارات النفس، الطب، الرياضة، الطب المتقدم، القدرات، الهيئة، السمات لجميع المتقدمين وسط اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة الوقائية مع تقديم تيسيرات للمتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة 2023. وكان في وقت سابق الشهر الحالي زارة مقر أكاديمية الشرطة، حيث شهد الرئيس اختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة والتأكيد على أهمية تطبيق المعايير الموضوعية المجردة والحيادية التامة لانتقاء أفضل العناصر وإعداد جيل قادر على حمل رسالة الأمن والوفاء بالتطلعات الملقاة عليهم، بما يساهم في الانطلاق نحو تحقيق مزيد من الاستقرار والتقدم، أخذا في الاعتبار مسؤولية وزارة الداخلية في السهر على حماية أمن المواطنين.